إعاقة الانتقال السياسي في مالي تهمة تستوجب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 5 مسؤولين ماليين من بينهم رئيس الوزراء. في البلد التي يحكمها مجلس عسكري جاء إلى السلطة إثر انقلاب منذ سنتين. الأزمة المتصاعدة بين مالي وبين فرنسا رئيسة الاتحاد الأوروبي اليوم دفعت إلى تسريع هذه الإجراءات العقابية، وهذا ما قد يهدد التعاون العسكري بين مالي وبين مختلف القوات الأوروبية المشاركة في الحرب ضد الإرهاب. التوتر المستجد بين باريس وماباكو أثارته تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون يصف فيها المجلس العسكري بغير الشرعي، والاتهامات الفرنسية لمرتزقة فاغنر الروسية بدعم المجلس تحت غطاء محاربة الإرهاب. على الموجة ذاتها تأكيد رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أن مالي الفقيرة تدفع لشركة فاغنر الخاصة 10 ملايين دولار شهريا، وبذا ترتسم خارطة نفوذ تتقاسم مالي والمبرر محاربة الإرهاب. فالتمرد الذي تواجهه منذ عام 2012 كان دعوة لفرنسا لدخول البلاد في 2013، لكن الأمر مختلف اليوم بوجود شركات مرتزقة خاصة ترسلهم روسيا كما فعلت في أكثر من بلد.